وللمتابعه معي عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، استاذ العلاقات الدوليه. دكتور حامد، فيتو امريكي متوقع بالطبع ضد عضويه فلسطين الكامله، في رايك ما هي الاجراءات التي ستمضي بها السلطه الفلسطينيه لتخطي هذه الخطوه وبالتالي تحقيق مطلبها الذي طال انتظاره؟ يعني المشكلة الكبرى، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا المشكلة الكبرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بازدواجية معايير واضحة في هذا الاتجاه، على اعتبار أنها تدعو بشكل واضح إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وكل تصريحاتها تتفق مع هذا الاتجاه، ولكن على واقع الأرض عندما يكون هناك اتجاها دبلوماسيا أو قانونيا أو حتى سياسيا لضرورة أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار أو حتى حصول فلسطين على حقها المشروع في ان تكون دوله كامله العضويه في الامم المتحده، نجد ان الولايات المتحده الامريكيه هي اول دوله تقوم باستخدام حق الفيتو. منذ 7 اكتوبر قامت الولايات المتحده الامريكيه باستخدام حق الفيتو 5 مرات متتاليه، سواء فيما يخص وقف اطلاق النار او حتى بالامس، وهذه هي الطمه الكبرى، لان تنفيذ مبدا حل الدولتين هو يعتبر المخرج الرئيسي والقانوني في سبيل السعي وبكل قوه الى ان يكون هناك تخفيض للتصعيد في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي السلطه الفلسطينيه ستحاول بكل قوه استمرار مسعاها، ولكن في نفس الوقت ستصطدم قولا واحدا باتخاذ فيتو امريكي لا يؤدي الى تنفيذ مبدأ حل الدولتين ولا يؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. نعم، كيف رصدت دكتور ردود الأفعال الدولية التي نددت برفض طلب العضوية الكاملة لفلسطين وبالتالي انعكاسها على حجم الدعم الدولي لحل الدولتين؟ يعني في ظني وتقديري أن المجتمع الدولي بدأ ينظر للولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة غير صانعة للسلام بشكل واضح، لأن لابد أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاه السعي إلى تنفيذ ما يؤدي إلى خفض التصعيد، تنفيذ إلى ما يؤدي إلى حقن دماء الأبرياء والشهداء الفلسطينيين، تنفيذ الحق الفلسطيني في تقرير مصيره، خاصة أن إسرائيل عندما انضمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت دولة يعني كاملة العضوية في الأمم المتحدة، نجد أن من أوائل هذه القرارات هو تنفيذ القرار 181 الذي يفضي إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين. نعم. وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتحرك في اتجاه هذا الدعم الواضح، وفي كل الأحوال أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها حق النقد الفيتو سيصبح صبة في جبينها على مر التاريخ، لأن المجتمع الدولي وأكثر من 57 دولة عربية وبالإضافة إلى كل دول العالم أصبحت تدعم تنفيذ مبدأ حل الدولتين والسعي وبكل قوة إلى حصول فلسطين على عضويتها الكاملة، وهو ما يتعارض مع السياسة الأمريكية الواضحة التي بدأت تنفذ وبشكل ممنهج، يعني ازدواجية معايير واضحة ما بين التصريحات الواضحة من ضرورة تنفيذ هذا المبدأ وما بين الأفعال الواقعة على الأرض التي لا تفضي إلا إلى تصعيد الأمور والتوترات في منطقة الشرق الأوسط. نعم، أشكرك جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.